اي حياه كثير بحبك، يا ريتني معك رح ضمن نفسيك همومك وخليك تحطي راسك على صدري ونومك. يا عمري وانا كثير بحبك يا قلبي، خجلتني كثير كثير، خجلتني يا عمري يا صورتي. ممكن تبعتي لي صورك اللي قلت لك عليهم عن البيت؟ قلبي ايمت رح تخطبني؟ صار لك سنه وانت بتقلي بس يجي وقتها. عمري والله عانيت، راحت كثير وضلي قليل. هلا لا تغيري الموضوع، يلا عمري بعتي الصور، يلا بعتي بعتي. طيب حاضر قلبي رح ابعث لك الصور، بس ما ترجع لحدا تمام يا عمري، رح ابعث لك اياها. شو مجنونه انت عمري؟ معقول انا اواجه صور خطيبتي للناس؟ لا عمري. طيب يلا رح ابعث لك اياها. يلا بعتي. يلا عمري عم بطلع. يلا. يلا رح ابعث. اسم الله بتشلي أنت بتشلي يا عمري. طيب حاضر قلبي يا متى أشوفك؟ اشتقت لك كثير، الله يفرجك. عم تصلي بوجهي ما؟ انا بوجهك يا اخي حفياني. لك شو بدك شو بدك؟ لك شو بدك فيني؟ لك اساسا اخذت يلي بدك اياه، لسه شو بدك فيني؟ لك خلص اعتقني ببوس ايدك، اتركني بحالي من شان الله. خلص اخرس بك ومن تاني عندي، يلا ناطرك هاي عندي البيت. يلا شو بدك فيني؟ ما رح اجي ما رح اجي لك، ما رح اجي الله ينعمك لك، الله لا يسامحك. اسمعيني يسرا، الله يجيب على راس اهلك يا رب، لك ان شاء الله تشوف هالشي باهلك تمام؟ معي خمس دقايق هلا، اذا ما جيتي صدقيني اني اشر لك كل فيديوهاتي كل الصور اللي عندي شيل العظم. خلص 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 رح اجي رح اجي خلص. يلا القلع، الله لا يوفقك، الله لا يسامحك ان شاء الله. ماشي رح اجي. يلا عم استنى الوقت معك. تشاو. هينا اشوف صورة يا زلمة تقوش قلبي الصور. يلا الله تجي. ميليسا شبك يا اختي؟ لا تبكي، لك احكي لي شو في؟ حدا ضربك يعني؟ حدا اذاكي؟ لا يا اخي، يا ريت لو قتلوني بس يا ريت. لك شو صاير؟ فهميني، احكي لي شو صاير لك، فهميني. لك فهميني فهميني شو اللي صار؟ ان شاء الله اموت وارتاح وما اتذكر اللي صار. الله يلعن ابن الحرام، الله يجيبه على راس اهله، الله لا يسامحه. الله يجيب على راس اهلك يا رب، ان شاء الله تشوف هالشي باهلك تمام؟ إن اجابها يا ويلها، هتكت عرض اهلها، قد ارخصت يوم الخروج نقابها. يا ويلها، هذا العفاف تدوسه، قد الصقت راس الوفاء ترابها. اخو
عفوي مشان الله اقتلني اقتلني وريحني لك ببوس ايدي. احكي لي احكي لي شو صار. طيب رح احكي لك. احكي لي حبيبتي. شو رايك روح افرجيك البيت اللي رح نتزوج فيه انا وانتي لحالنا؟ ايه شو فيها؟ بلاها خلينا نتصل باخي يجي معنا يشوفه. انا وانتي منروح لحالنا يعني شو فيها؟ ما فيها شيء. خمس دقايق بنشوفه وبنرجع. لا خلي اخي يجي معنا. لك شو انتي مجنونه؟ لك انا خطيبك عم تخافي مني؟ لا حبي مو قصه خوف بس مشان الحكي. انت بتعرف قد امشي حبيبتي امشي بلا جنان. هلا دقيقتين بنشوفه وبنرجع. البيت اللي راح نسكن فيه لما نتزوج. شوفي حياتي ليش قفلت الباب؟ عادي حياتي بس شان ما يجي صاحب البيت هيك علينا فجأة. طيب حياتي يلا تعال نروح خلص عجبني البيت. لا حياتي لسه في الغرفة ما شفتيها. تعال نشوفيها. شو بك؟ شو عم تعمل؟ ناصر لك شو بك؟ شو عم تعمل؟ ما كل شي اللي صار يا أخي. أنا السبب أنا السبب يا ربي أنا السبب أنا السبب. لا يا الله لا يا ربي سامحني يا الله. لا يا ربي لا تعاقبني هيك. لا يا الله سامحني يا رب. يا الله سامحني يا رب لا تعاقبني هيك يا الله. هي غارقة وهو من الغارقين. لكم تطاول هو على أعراض الناس والآخرين وكما تدين تدان. والله إنها حقائق لا كذب ولا افتراءات.